بس ده من الدروس المهمة، خدت بالي تصميم الكباري. لأن في الغالب يعني معظم الكباري لازم يتعمل فيها خماس. لو أنا عندي بحر كوبري 30 متر مثلا، حاجة 30 متر، عشان صعوبة النقل من الورشة للموقع حاجة بالشكل ده كده، فبقسم الكوبري لثلاث أجزاء. مثلا آخد كل جزء 10 متر، وبوصل الأجزاء ببعضها كده كمان. خلاص؟ بمعنى إيه؟ ده دي الكاميرا بتاعتي إيه؟ الكاميرا بتاعت الكوبري. كمر الكوبري بتاعي، صوت بقى لو سمحت. زي مثلا القطاع ده موجود ده، فبقيت اجيب كاميرا طولها 10 متر. خلاص؟ ماشي؟ وبوصل لايه؟ الكاميرا دي بالكاميرا دي بفلتات في الويب وفي الفلانجة. واحد زي ده ايه؟ الناحية التانية. خلاص دبل دريف كده. الصف بتاع الايه؟ بتاع الكاميرا بتاعي. دي الايه؟ المسافات بتاعتي. وعندي الناحية التانية نفس الكلام. هنا بنت كده. سوري في البلانجا. يبقى ده ايه؟ ده الفيرست. عندنا سبلايس مع الفلانش وسبلايس مع الويب. سبلايس مع الويب يبقى دبل دريت، واحد جنب ده واحد جنب التاني. الفلانش ممكن نحط البليتا فوق بس، ممكن نحط البليتا فوق وتحت. بمعنى ايه؟ لما اجي ابص بالشكل ده كده، لو انا قاطع كده وببص كده، هتلاقي دي الكاميرا الاي سيكشن هي باللون الاسود، البليتا بتاعت الويب دي اسقاطها اهو، المسامير بتاعتي دي، ده بالنسبة للون. يعني البليت الأزرق ده في زي الناحية التانية أهو اتنين. بالنسبة للفلنجات ده البليت الأبيض، بليت أهو اللي فوق، ممكن يبقى واحد، ممكن يبقى واحد فيه تحت.
مين؟ الصفة دي بقى بص كده يبان ده مسمار واحد، مسمار واحد صح؟ نفس الكلام هنا يبقى انا كده ايه؟ عملت اسكاب سايد فيو خلاص؟ هنا ايه ده اليفيشن ده سايد فيو وفي ايه؟ بلان. طيب لما اجي ابص ده بلان هيبان الايه؟ الشكل ده كده ده البريد بتاعي اهو وهنا عندي المسامير خلاص يبقى ده اسمه ايه؟ فين الاليفيشن؟ ده بص ازاي؟ بص كده لما اجي ابص كده يبقى الشكل عامل ازاي؟ دي الكاميرا الفلانجة بتاعتها اهي ودي الفلانجة التانية اهي اللي فوق ده السنتر لاين وهكذا ماشي ده اسمه ايه؟ هنا احنا متخيلين الشكل تمام تمام اول حاجه هنصممها لايه؟ الفلانج سبلايس يبقى عندنا ايه؟ الفلانج سبلايس الفلانج سبلايس دي تصمم على الماكسيموم كاباسيتي ماكسيموم ديكشن كاباسيتي
ماكسيمم فليكشن كاباسيتي. بجيب الفورس اقصى فورس تقدر تحملها الكلانجر اللي هي عباره عن ايه؟ ستريس في الاريا بتاعت الايه؟ الفلانج. والستريس اللي انا اقصد بيه هنا الستريس اللي هو 58 ماس نيوتن اللي هو كام؟ 2.1 طن على سنتيمتر متر مربع. الاريا بتاعت الفلانج احنا هناخد مثال الفلانجه بتاعتي 50 في 3 والويب 300 في 1.4 او سوري 250 في 1.8 1.8 يبقى اقصى فرصه بتشيلها الفرنجه الاف الفرنجه بتساوي 2.1 في 50 في 3 اسهل بس يحسب ورايا السريع. حد معاك كود؟ كود فين؟ هو ما سمعتش السبلايز دي هي الفرنجه بتاعت القطاع ولا كود فين؟315 صفحة 126 صفحة 126 بيقول لك ايه سبلايسز بانز 7.5 لو سبلايسز بيقول لك سبلايسز شود بي ديزاين از ايز اون ذا ماكسيمم bending moment resistance of the girder section and the actual shearing force at the splice location. خلاص؟ ما عليك الكلام ده؟ ان الفلانجه بتتصمم على اقصى جهات ماكسيموم bending resistance هي ماكسيموم فليكشر كاباسيتي. ما هو فليكشر اللي هو بيندنج يعني. فليكشر كاباسيتي اللي هو ماكسيموم bending resistance. الاثنين بنفس المعنى. والاكشوال شيرنج دي ستريس يعني لو انا عندي البحر ده مثلا 30 متر محتاج اجيب الاكشوال شير ستريس هنا او شير فورس هنا. خلاص؟ طيب في المثال ده كان الشير فورس الكيو هتساوي 50 طن. انت المفروض حسبتها ايه؟ انت حسبت الار في انت بتصمم في الترم الاول احنا كنا صممنا المين جردن وصممنا الستريس فانت كده اوريدي عندك الار تقدر تحسب عند ايه؟ عند مسافة 10 متر ار ناقص دبليو في ال ان دبليو في 10 هتديك الايه؟ هتديك الشير عند المكان اللي هو على بعد 10 متر. خلاص يبقى الكود بيقول لك احنا مصمم الايه؟ السبلايسز بالنسبه للفلانج على ماكسيموم بيننج كاباستي او الماكسيموم فليكشر كاباستي والشير عند الايه؟ المكان بتاعه بالظبط الاكشوال شير لوكيشن او الاكشوال سبلايس لوكيشن اللي هو ايه؟ المكان اللي هو مثلا على بعد 10 متر 8 متر ايا كان الايه المكان بتاعه. خلاص؟ طيب احنا كده جبنا الفورس 315 اللي هي 315 طن. عندنا الام 30 المسامير عندنا ام 30 الحاجات دي بتبقى جيفن يعني الحاجات دي بتبقى جيفن. بخلي بالك ان في الامتحان ده دكتور كاتبها لك فوق خالص او بتبقى في اخر الامتحان فانت ببص عليها دي حاجات بتبقى جبن كتر المسمار اللي استخدمه في الامتحان كله يعني ماشي؟ طيب المسامير عندنا ام 30 الفورس اللي انا جبتها دي هي معناها ايه؟ لما اجي اعمل شكل النورمال ستريس عامل ازاي؟ عامل كده انا ضربت الاستريس اللي هو 2.1 في الاريا لازم الفلانج تديني الفورس اللي هي السي اللي هي تحت اسمها ايه؟ تي خلاص؟ طب الفورس سي اور تي دي بتعمل ايه في المسمار ده؟ بتعمل ايه في المسمار ده؟ القطاع ده الثري دايمنشن ده الستريس ده بلوك بلوك كده بالشكل ده كده ده ستريس اهو فبتعمل كومبريشن سي وتنشن تي او العكس يعني كومبريشن كده وتنشن ايه؟
بتعمل ايه في المسمار اللي هو محطوط كده؟ بتقص يبقى هذا الشيء ده بينشد المسمار ده عشان ينشد يبقى واحد ماسك الكاميرا بيرفعها كده. الحاله بتاعتنا لا، الحاله بتاعتنا ان في كومبريشن الكاميرا لما يحصل لها بيندنج البيندنج بيتحول لاثنين قوه، قوه شد وقوه ضغط. قوه الضغط عايزه تعمل ايه في المسمار دي؟ عايزه تعمل المسمار ايه؟ القص. يبقى احنا المفروض هنا نكتب ايه؟ الار شير، بس سنجل شير ولا دبل شير؟ دبل شير. في الحاله دي هيبقى ايه؟ دبل شير خلاص. وفي الامتحان خليك دبل شير عشان بس تنجز خلاص، لان انت عملتها سنجل شير ممكن المسامير دي ترصها على عدد اكبر من 6 ومش هينفع نحط المسامير ده اكبر من 6 خلاص. مش انت وزي الاجندات ماشي. طيب يبقى دبل شير هتساوي ايه؟ تساوي قطر المسمار عندنا الى 2 في الباي دي تربيع على 4 في 7 من 10 في 2 1 7 من 10 في 2 ماشي. ده القانون اهو، يبقى تساوي 2 في 3 و 14 في 3 تربيع على 4 7 من 10 في 2 1 20 7 من 10 طن. طيب الار بيرنج، البيرنج ما بين مين ومين؟ البيرنج ده هيحصل يا اما في الفلانجا يا اما في البريك. طب هو دخلت البريك مش عارف، دخلت البريك دي باخدها ازاي؟ دي بليت اللي الاثنين بريت مع بعض هيساوي 1 2 من 10 دي فلانج، يبقى 1 2 من 10 دي فلانج بكام؟ بتلاتة. يبقى 1 2 في 3 بكام؟ 3 و 6 من 10 سم. يبقى التيل البريت الواحده كام؟ 3 و 6 على 2 يعني هتساوي 1 8 من 10 سم. التيل الاثنين بريت مع بعض يساوي 1 2 من 10 دي فلانج خلاص؟ يبقى 1 2 من 10 في 3 خانه 3 يبقى 3 و 6 يبقى البريت الواحده 3 و 6 على 2 ب 1 8 من 10 ماشي. يبقى عندنا تخانة 1 8 في 2 ب 3 و 6 او 3 الحته الاخيره بس لا 2 تي 2 عندنا بريتتين فوق اهو دول تمام. التخانه بتاعت الاثنين مع بعض عباره عن 1 و 2 دخلت الفرنج يبقى 1 2 في 3 ب 3 و 6 عايز اجيب تخانه كل واحد يبقى كام؟ يبقى الاثنين يبقى 1 8 فوق 1 8 تحت خلاص اهو يبقى دي 1 8. البيرنج هيحصل حاجه عند الاثنين يا اما في الاثنين بريت مع بعض او في الفلانج. البيرنج هيساوي ايه؟ السنه اللي فاتت كنا بنقول الفا اللي هي الفا خلاص. ده كل الجديد الكود القديم كان بياخدها 2 في 2 1 من 10 2 في الاف تنشن في الدي كام؟ دي في التي منهم الدي كام؟ 3 التي منهم في 3 الفلانجه او الاثنين بريت مع بعض مش بريت واحد. بريد واحد ده لو انا شغال سنجل شيل، انما ادام شغال الاثنين مع بعض يبقى ايه؟ الاثنين مع بعض 3 و6 والفلنجه ب 3 يبقى مين اقل؟ 3 37 و8 من 10 37 و8 من 10 يبقى الار ليست بكام؟ 20 و7 الار ليست بكام؟ 20 و7 عدد التسامير هيساوي الاف على ار ليست. الاف بكام؟ 315 على ار ليست بكام؟ ب 20 و7 15 و 3 من 10 تقريبا 15 و 3 يعني نقول كام؟ 16 طيب ما الذي يفتكر؟ او طيب تقدم في الشرطة انا ممكن اعمل ايه في الفرنجة؟ احطهم صفين وصفين يبقى اربع صفوف. اربعة في اربعة بكام؟
16. يبقى انت ما دام انت قررت ان انت تحطهم على اربع صفوف يبقى لازم الرقم اللي عندك ده يبقى الاسم على الكام؟ على اربعه. يعني مثلا ده لو طلع 17 وشويه. واحد يقول لي طب ما انا اربط 18 بس 18 مش هتبقى الاسم على اربعه لكن انت قررت تحطهم على اربع صفوف يعني. خلاص؟ طيب. انا لما اجي اقرر ان انا احطهم على اربع صفوف مش لازم اتاكد الاول. اللي ينفع الفلانجة دي احطهم على اربع صفوف ولا لا؟ لازم ايه؟ اشيك على الفلانجة دي ان المسافه دي تستوعب اربع صفوف، تستوعب اربع صفوف يبقى لازم المسافه دي لازم تكون اكبر من 6 فاي. ليه؟ لان انت عندك المسافه ما بينهم اقل حاجه كام؟ 3 فاي، وعندك هنا 1.5 فاي واحد ونص فاي، يبقى لازم الفلنجة بتاعتك تستوعب ايه الكلام ده. يعني لو انت عندك حاجه فلنجتها 30 سنتي اظن ان هي ما تنفعش، انما عندنا الفلنجة 50. خلينا نشوف كده ال 50 دي لما تطرح يعني المسافه دي كام؟ الكلام ده ما تكتبوش في الامتحان، انت حسبه كده على نفسك. انت عندك الفلنجة 50 والويب كام؟ 1.8 وسيب 1 سنتي لحام 1 سنتي لحام ماشي؟ بعد صوت الحام استنى. اللي انا عايزه بالتحديد شايف العرض بتاع البيت ده هو ده اللي انا عايزه عشان اعرف احط صفين فيها ولا لا. فانت هتسيب الصوت بتاع اللحام والصوت بتاع اللحام والوزن. يبقى انت عندك 50 ناقص 1.8 ناقص 1 ناقص 1 على الاثنين 16 ماشي؟ 23.1 يبقى اللي عندك المسافه دي كام؟ قول 23 يا اسطى. 23 احنا 6 فاي بكام؟ 6 18 سم صح؟ يعني ينفع ولا ما ينفعش؟ طب لو انت عندك الفرنجه ديت 40 مش هتيجي، لو 40 مش هتيجي. يبقى 40 ناقص 1.8 ناقص 2 مش هتيجي، تبقى 18.1 طلع كام؟ 18.1 تمشي برضه. خلاص؟ تمشي برضه 18.1 انت محتاج 18 ده جايه بالظبط يعني. لو حاجه مثلا 30 لا ساعتها بقى ممكن نغير بقى ايه؟ خد المسمار ونقلل العدد ما دام هيتحطوا على ايه؟ على صفحه واحده. ده في الغالب ما بيحصلش قوي يعني. ولو قللت قطر المسمار العدد يقل ولا ايه؟ زود قطر المسمار. زود خلاص؟ كده الفلانج سبرايس عملناها، يبقى احنا كده هنرص الايه المسامير بتاعتنا على كام؟ على صفين. احنا كده خلي بالك 16 هنا و16 هنا مش 16 فيهم كلهم. مختلف شويه عن الفلانج سبلايز ان هو هنا معرض لتو ستريننج اكشن. هنا ده ستريننج اكشن واحد بس اللي هو ايه؟ عندي المومنت اتحول اكسل فورس سي تي وبقت عندي فورس بتعمل شير. المشكله هنا ان انا عندي ستريننج اكشن هيعملوا شير برضه بس شير في اتجاهين مختلفين. ايه هما الاتجاهين المختلفين؟ المسمار ده عايز يتقص في الاتجاه ده وعايز يتقص في الايه؟ في الاتجاه ده. ما لو الفورس جايه كده والمسمار محطوط كده يبقى عليها قص برضه. طيب الفورس لو جايه كده والمسمار محطوط كده هيتقص برضه، بس ده هيتقص كده وده هيتقص كده. طب دي واحنا عارفينها، عارفينها ازاي؟ اللي هي 60 طن 50 طن حاجه عليها شيل فورس، فالكاميرا دي جزء عايز ينزل وجزء ايه ثابت. خلاص؟ ش
تي او الكاميرا اللي خدتها في بتوع الخرسانه بتوع الخرسانه اللي صغيره كده الاستراكشر معرفش حصل ايه شير او اللي هو الشير فورس دايجرام اللي انت كنت رسمه في الاستراكشر صح حصل ايه قص ايه والرسومات اللي هي برسمها لكم والحاجات دي خلاص طيب هنا عرفنا خلاص ان في شير رقصي جاي من كيو اللي هي 50 سم طيب الشير الافقي ده جاي من مين؟ جاي من نورمال ستريس ده شكل النورمال ستريس اهو القطاع ده لما بيحصل له بيننج الجزء بتاع الوب ده جاي عليه فورس اهي نورمال ستريس بالشكل ده كده عايزه تعمل ايه في المسمار ده؟ عايزه تقصه برضه عايزه تقصه خلاص؟ ما هو الوب ده عايز يتخلع من البليت مقدام عليه بيندنج الكاميرا عايزه تلف كده يبقى الويب برضو نفس الكلام هو عايز يلف مع الكاميرا مش الفلنجات بس اللي هتلف الويب نفسه عايز يلف لما يعوز يلف لو انت مش حاطط المسامير دي البريتات مع الويب كل واحد هيروح في اتجاه فاذا وجود المسمار ماسك الاثنين مع بعض فمش مخلي الويب ايه يحصل فيه اللفه دي او البيندنج دي طيب انا عايز بقى احسب الفورس اللي بتعمل نورمال ستريس الفرصة النورمال ستريس سوري اللي هي بتسبب لي شير على الايه؟ على الايه؟ على المسمار ده المسمار بسبب اللفه بتاعت الويب المسمار ده عايز ايه؟ عايز يحصل له شير نتيجه ان البريته دي عايزه تسيب الويب نفسه عايز يسيب الايه؟ البريته دي معايا؟ طيب احسب الكلام ده ازاي؟ اول حاجه هنحسب الشير اللي احنا عارفينه اللي هو العادي اللي هو عندي الفيو او الاف بنسميها الايه الاف الفيرتيكال الاف الفيرتيكال هتساوي 50 على ان ايه هي ان عدد المسامير عدد المسامير طيب هو فين عدد المسامير مقطع انت اول حاجه ان انت بتفرد صفين وصفين ما يجيش عند صفين وصفين بس نيجي بالكاميرا دي الكاميرا بتاعتك ايه دي الكاميرا بتاعتك بتسيب قيمة اللحام وتنزل وخد المسامير في الغالب المسافة ما بينها عشان تريح دماغك كام؟ 10 سم ده أحسن حاجة تمشي مع مسامير كتير عشان ما تقعدش الامتحان 3 فاي ولا 4 فاي ولا 5 خد 10 سم تمشي 10 سم؟ اه كنت عندك 3 في المينيموم 3 في 30 90 فال 10 اكبر من المينيموم واقل من الماكسيموم الماكسيموم اللي هو 4 او 6 في 30 بكام 180 180 فال 100 تمشي خلاص طيب احنا هناخدها كل ايه 10 سم فالمفروض يبقى عندك كام مسمار شوف الويب كله كام الويب عندي كله 25 250 سم طيب انا اطرح منه امتى عدد المسامير هيساوي اللي هو ال 250 على ال 10 يبقى 25 عشان نطرح في واحد فوق مش في واحد فوق واحد تحت عدد المسافات هو عدد المسامير ما هو في نص مسافه فوق ونص مسافه تحت يبقى مسافه ايوه ماشي يبقى عندك 25 مسمار بس 25 ولا 50 لو قلنا اثنين صفين في ناحيه مش صفين في ناحيه هيبقى عدد المسامير كده ايه؟ مش معانا في اثنين يعني هيساوي 50 يبقى F هتساوي 50 على كام؟ على 50 يبقى هتساوي 1 طن يبقى كل مسمار جاي عليه 1 طن شيل رأسه سهلة كده؟ ماشي أنا حاطط صفين رسم ال 3 دي عشان أنا حاطط صفين مينيموم صفين عددهم كام؟ بجيب ارتفاع الويب وأقسمه على إيه؟ بقسمه على المسافة المسافة أنا افترضتها 10 وقلت لك خليها 10 على طول أحسن لك دي 10 على طول الويب كله؟ يعني ويب كله صريح على المسامير ايوه المسامير من فوق لتحت اصلا لحد ما شايفه في خلاص مفيش ايه؟ 25 مسمار بالظبط لحام وكده ما هو دي مش لازم تبقى 50 برضه ما انت ممكن تاخد دي 40 وتسيب هنا شويه يعني نقصد ايه 10 سم مثلا ما ينفعش تحط كتير اصلا ممكن تاخدها 45
مش لازم دي يا جماعه تبقى نص دي. المهم ان ديت ما تقلش عن 1.5 وما تزيدش عن 3 فار. طب لو خدناها 45 1.5 1.5 في 30 بالظبط. بقول لك 1.5 بالظبط تمشي تمشي ماشي خلاص معايا. طيب احنا ممكن هنا مش ممكن دي تبقى 50 يعني ممكن دي ما تبقاش نص ايه دي. بس احنا ممكن ناخد اقصد يعني ان ال 50 لحد فوق مثلا كلها 50. فانا بقسم الويب اللي هو ال 250 كله 250 سم على ايه؟ على المسافه 10 خلاص؟ فانت عشان ما تنورش نفسك اعتبر ان دي 50 برضه. فانت كده خدت الويب كله قسمته على المسافه يديك عدد المسامير. ماشي؟ طيب ده كده الفيرتيكال اللي هو في اتجاه ايه؟ اتجاه ده. عايزين بعد كده نقسم الايه؟ الهوريزونتال.